كمان بيجدد شبابك. شباب يخليك تعمل المستحيل، يخليك تصلي الفجر حاضر كل يوم من غير ما تكسر وتنام بدري، بيخليك تقدر تقاوم اي حاجة حتى لو كانت كوباية عصير ساقعة مشبرة في عز الحر، يخليك تمسك اعصابك في عز الزحمة. لو واحد كسر عليك بعربيته تبقى عايز بس تضحك في وشه وتقول له رمضان كريم. رمضان بيلم العيلة. لما تبص بعد الفطار حواليك وتلاقي كل كراسي البيت مليانة، وتلاقي نفسك بتلعب مع الأطفال بالفوانيس وتغني معاهم وحوي يا وحوي، وتكتشف لأول مرة إنك مش عارف يعني إيه وحوي. وحوي يا وحوي، هو يعني إيه وحوي صحيح؟ مش مشكلة. رمضان بيرد الروح ويخلي الكل شباب. شباب زي الفل زي الفل.